زيها زيها. راضي عن اداء قطر في كاس العالم؟ لا نهائيا. ليه ما بتقولش انها اول مشاركه لقطر؟ هي اول مشاركه زي اخر مشاركه، لازم كنا نكسب على الاقل، لان انا دوله مستضيفه يعني. تقول للعيبه ايه؟ والله خساره فيهم الكلام الصراحه. شايف المباراه النهارده ازاي؟ والله هيبه وامل، هيبه والامل. كنت متوقع ان ده يحصل؟ 90% متوقع. شايف اول مشاركه لقطر كاس قطر في المونديال، شايف دي ممكن تكون يعني؟ والله انا اقول الله يعطيهم العافيه، لكن قدر الله ما شاء فعل. تنظيم الاكثر من رائع اللي قطر عاملاه، شايفه ازاي؟ تنظيم والله الله يعطيهم العافيه، ما قصروا، لكن المنتخب يعني هاي حال الكوره يعني. كلهم وإن شاء الله الجيات أحسن، سدوا حيلكم وإن شاء الله أنه في أمل. شايف المباراة النهاردة إزاي؟ زعلان. كنت عارف إنه ده يحصل؟ أكيد. بس اللعيبة عملوا اللي عليهم يعني ما قصروش؟ صح، عملوا اللي عليهم. شايف إن دي أول مشاركة لقطر في كأس العالم؟ إن شاء الله نعوض في 26. تنظيم تعليقك عن تنظيم من أول البطولة لغاية دلوقتي؟ أحسن تنظيم. حضرت عام 2018 ما كان أحسن. كل لعيبة قطر ايه؟ حضرتك من عوض.